يا سلام يا تفيدة، أنا أعصابي تلفت أو من حكاية المسكربان دي. ومن سمعك يا زعتر، خصوصا بقى لما طلب 150 جنيه. أيوة لكن ربنا سطرها. ها إيدك بقى يا أختي على 50 جنيه اللي وعدتيني بيهم. ليه يا شيخ؟ بتوع إيه 50 جنيه دول؟ بتوع إيه؟ نسيت أوام إن لازم أتشيك وأتهندم عشان المدير واجتماعات المدير. يوه أنت لسه فاكر؟ طوعين يا تفيد، أعمل معروف أحسن مش كويس كده. يا راجل اعقل اعقل بقى. ده المبلغ ده كنت أنا زغللت عينك بيه علشان توافق على جواز بنتك. ووافقت، زلتيني بيه لحد ما وافقت. لكن مقصوفة الرقبة ما وافقتش، وهو على إيدك أهو جالها المسكر. انا اعرف بقى مسكر ايه اللي جالها على ايد اخواتها. مش جاهز انه كان لقم منها عشان تصرف نظر. خلاص اصرف نظر انت كمان لحد ما توافق فعلا. يا تفيد استعبري بقى وقومي هات الفلوس. استعبر انت وقوم روح لشغلك كده. طب والله ما انا راجع شغل الليله دي قبل ما اقبض. والله انت حر بقى في نفسك. الست الوكيله تطلب نقلي على طول يا تفيد. ترفيد احسن. افتح لك كشك سجاير يا جوزي وعينك مدير عليه. افهم من كده انك مصممه يعني على موقفي؟ طبعا دول 50 جنيه يا حبيبي مش لعبه. وهو كذلك، انا هقوم اكسر الدولاب واخدهم من قلبي. وتكسر ليه؟ المفتاح اهو يا روح قلبي، خد. ها قول اوف. وبعدين يا سعيد دول بيتخانقوا. معلش حالا هيصطلحوا. الله انت مخبياهم فين يا تفيده؟ بالتاكيد في حته تانية. دور كده يا اخويا وريني شطارتك. وهو كذلك، انا حقلب البيت حته حته، حشيل البلاط واحده واحده. بلاط؟ بلاط ايه يا سي زعتر؟ ده كلام قديم فات اوانه من بدري. امال شايلهم فين يعني؟ ما تنطقي. في البوسطه يا سي زعتر، كل قرش يجيني طيران بيه على البوسطة. اه يا بنت اللذينة، اول مرة في حياتي اعرف انك ناصحة. طبعا اتفضل اقعد يا سيجودي. كان غيرك اشطر يا شيخة، دي حاجة تفور الدم بصحيح. هلا اقعد. حاضر اقوم اعمل لك فنجان قهوة يروق دمك. لا يا ست مش عاوز حاجة منك، مش عاوز حاجة ابدا. بتايتا بيتهيألي ندخل بقى الجو هدي شوية. أبدا لسه. سي زعتر زعيتر زعتيرو. أفتكر ندخل دلوقتي قبل الصلح ما يكبر. صح يلا بينا. يا راجل فكها، أمال بلاش ده لعالله. إيه يا صلاح، أنت تعود حاجة؟ أمال جايين نبارك تاني ونهني. مبروك يا ماما، مبروك يا بابا خففان بنتك الغالية. والنبي تسيبوني في حالي دلوقتي، أعصابي تعبانة. يا راجل فكها بقى وقوم روح شغلك. الله مش قايم يمين كبير ما أنا قايم. خليهم ينقلوني بقى علشان يعجبي. لا 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 ما تخافش يا بابا، أنا هروح أعتذر لها بالنيابة عنك. تعتذر لها؟ هي مين دي يا واد اللي هتعتذر لها؟ الست الوكيلة. ليه يا شيخ؟ وايش وصلك انت للست الوكيله؟ ايه هو حضرتك مش عارف يا بابا؟ صح خش على الموضوع. موضوع ايه؟ اخرس انت. متاسف يا بابا، قصدي اقول يعني بقول اخرس. حاضر يا بابا. خرست اهو. ايوه كده. نعم يا سي صلاح، ايه اللي مش عارفه؟ مش عارف ان الست الوكيله كانت زميلتي يا بابا في الكليه. ما شاء الله على الادب. اتفرج يا ست هانم على ادب ابنك وذوق ابنك. سامع يا سي صلاح، قلت لك 100 مره انسى الموضوع ده خالص، ما تجيبش سيرته على لسانك ابدا. ينساها ازاي؟ جاي كده بكل بجاحه يقول لي ان زميلته بقت رئيستي. ابدا يا بابا والله مش قصدي. وانك تقدر توصيها عليا مش كده؟ لا 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 مش كده ابدا. مش على اي حال متشكر يا ابني وكتر الف خيرك يا زميل رئيستي. لما اعفو ورطة بقى ابقى اقول لك الحقني، انجدني يا زميل رئيستي. لحظة بس يا بابا، احنا بعدنا خالص عن الموضوع. لا خليها حلوة كده، اسمع كلام امك، وان كنت نسيت اللي قلته لك بص للسقف. لا يا ست، ده طلع فوق السقف ودلدل رجليه على نفوقي. دوس يا ابني، هات خبر يا ابني.
سعيد. اكفي على الخبر مجور وانسحب، انسحب بسرعة. حاضر، عن اذنك يا بابا. انا متأسف جدا. لا، استنى هنا قبل ما تخرج. نعم. حسك عينك تكلمها او تقابلها او تمشي في الشارع حتى اللي بتمشي فيه؟ حاضر يا بابا، حاضر. ان صدفت ولقيتها جاي عليا من بعيد هستخبى منها. لا، ما تخليهاش تصادف ابدا. لا، دي بقى زميلتي انا ومقامها من مقامي انا. مفهوم يا بابا، العين ما يصحش تعلى على الحاكم. ايوه عيب يا ابني، انسى خالص زي ما قالت امك انها زميلتك. جالك كلام يا سيزميلها؟ عرفت ان المشروع كان كله غلط في غلط؟ مشروع ايه يا تفيق؟ لا ولا حاجة يا سي زعتر، هو فاهم وانا فاهمة. صلاح. يلا بينا يا حبيبي، الحكاية استوت. صلاح. نعم. بص للسقف يا ابني وانت خارج. حاضر، هفضل باصص اهو لحد رقبتي ما تتلوح. يا غلبياني، اخر شعاع من نور انطفى في وشي. شعاع ايه؟ انت هتتفلسف. يا جدع، سيبني اقول كلمتين حلوين اعزي بيهم نفسي. وقعتك باينه، كانك خلاص يعني رفعت الرايه البيضه واستسلمت للهزيمه. اعمل ايه بس، ما هو على ايدك اهو، بابا صار وفار لمجرد ان جبت سيرتها. ولو برضو ما صحش نرفع الرايه البيضه، احنا لسه في عز المعركه. معركة؟ عاوز ندخل معركة مع بابا وماما يا جدع انت؟ حاضر يا سيدي، بلاش كلمة معركة دي، احسن عيب برضو ما يصحش، نسميها كفاح. كفاح مرير من اجل السعادة والحب. لا يا عم، الموضوع ده حيل وحرابتي. ابدا، هي سياسة الامر الواقع اللي اتفقنا عليها من بدري. واقع ايه بقى؟ الخطة فشلت اهو من اولها. اسمع، انا قلت لك ايه من ساعتها؟ قلت لي اتقل ولا يهمك. قلت لك ايه كمان على الخطة الجديدة اللي فكرت انفذها؟ قلت انها هتنجح 100%. لا، كملتهم 1000,000,000%. بس هي دي برضو مش فاهم. سيادتك هتروح لميرفت في ميعادها من باب كسب الوقت. ها، وبعدين تقول لها خلاص يا حبيبتي. لا لا، حبيبتي دي ما تقولهاش انت، انا بس اللي اقولها. يا اخي اسمعني امال، انا بتكلم على لسانك انت. انت هنا قلت لها انا خلاص يا حبيبتي. بعد اسبوع كده واحد هقبض الجمعيه. جمعيه؟ جمعيه يا بني ادم، هي فين الجمعيه دي؟ كلام يا استاذ، لحد ما نفذ الخطه. وهتنفذها امتى الخطه؟ حالا، بكره او بعده بالكتير هتكون الجمعيه اتقبضت. برضه هيقول لي جمعيه؟ يوه، قصدي تكون الخطه الجديده اتنفذت ونجحت. طب هي ايه الخطه الجديده عشان اطمن؟ ده شغل انا بقى، ما احبش اكشف ورقي. ورقك ايه؟ احنا بنلعب كوتشينه. لا، وانت الصادق، بنلعب لعبه الجواز. يبقى لازم تفهمني اللعبه بقى، انا اللي هتجوز مش انت. مع السلامه يا استاذ عريس، سلام الكتير للست عروستك. وبعدين بقى في الحوسه دي، اروح لميرفت صحيح ولا ما اروحش؟ طب هتنجح الخطه الجديده ولا مش هتنجح؟ طب هتجوز ولا مش هتجوز؟ اعمل استخاره. استخاره، دي هتجوز ودي مش. عنك انت يا ماما، انا اللي هفتح الباب. باب ايه اللي هتفتحيه؟ ده مش جرسنا ده اللي بيضرب. والله ده جرس الشقه اللي قصادنا. مالك يا ميرفت، انت مش على بعضك النهارده ليه خالص؟ لا لا لا، انا كويسه خالص. كويسه هو. كويسه ازاي؟ اي جرس يضرب فوق تحت تجري انت على بابنا؟ اقول لك الحق بقى يا ماما، اصلي منتظره ضيف عزيز جاي يزورنا الليله دي. عزيز؟ والعزيز ده يطلع مين يا اختي ان شاء الله؟ شاب ظريف قوي يا ماما، كان زميلي في الكليه. قولي لي كده بقى، تاري الجرسات كلها جرس بابنا. معلش بقى، والنبي يا ماما، حصل خير؟ حصل خير. هو خير بس، ده خير الدنيا كلها يا بنتي. هي فين؟ راحت فين؟ هي ايه دي اللي راحت يا ماما؟ بتدوري على ايه؟ اسطوانه يا عين ماما. اسطوانه؟ اسطوانه ايه بقى؟ لا يا شيخه، مش عارفه اسطوانه ايه. ياما القمر على الباب. الله، ماما نور قلبي. يا نهار زي بعض ماما. ياما ارد الباب. ابدا بقى يا ماما، والنبي والنبي. اسمعي بس، اخص عليك يا بنتي و60 اخص. ليه بس يا ماما؟ انا عملت ايه بس؟ كان لازم تنبهيني ان بسلامته سي صلاح جاي يزورنا الليله. غريبه قوي، ازاي عرفت اسمه؟ الغريبة انك تخبي حاجة مهمة زي دي عن امك حبيبتي. اقولك الحكاية بصراحة وما تزعليش مني. عارفاها يا اختي، قبل ما تحكي، نبيل ابن عمك قال لي على كل حاجة. ايه ده؟ جرس الباب يا ماما، جرس الباب. ماما انا حلوة شكلي كده كويس. آه
الجمعية هاد يا صلاح، اوعى تنسى حكاية الجمعية. اهلا 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 صلاح، اتفضل يا صلاح. ها حاضر يا ستي، زيد فضلك. اهلا اهلا وسهلا يا ابني، البيت نور. منور باصحابه يا هانم، ازاي كده وازاي صحيح؟ ماما يا صلاح، صلاح ماما، ماما وصلاح. امال يا فندم، اتشرفت بمعرفتها ليلة فرح نبيل. والليلة فرح اهو كمان. افهم من كده اني نجحتي خلاص في كشف الهيئة؟ ربنا يتمم بالخير يا ابني، بس كنت احب اشوف السيد الوالد والست الوالدة عشان الفرح يكمل. ما هو هي هو كان واجب برضه، بس في حكايه كده عطلتهم النهارده. الله خير ان شاء الله يا صلاح. اختي يا ستي، هي اختي اموره خالص، وكانت في عز صحتها ونشاطها لحد النهارده. يا نهاري، مالها اختك الاموره الحلوه خالص دي؟ ايه ده، شعرفك انها حلوه. انا قلت اموره بس ما قلتش حلوه. ما قلتش ازاي، اخوها هو قدامنا ولازم العيله كلها بالشكل ده. يا سلام، مامتك ست ظريفه قوي قوي يا مرفت. يا راجل اتكلم بقى، عاوزين نطمن على اختك. كانت تعبت تعب كبير، حطم اعصابنا كلنا، وعشان كده ما يقدروش يجوا معايا الليله دي. ويبقى والدك عنده عذر في كونه ما رجعش المكتب النهارده. لا خليها في سر دي، انا في عرض النبي لا شفتك ولا اتكلمت معاكي في الموضوع ده. ايه ده، انتم لسه ما اتفقتوش؟ ازاي لمحت كده بكلام له معنى؟ معنى ايه يا ابني، ده شرف كبير ليك وله انك تتجوز بنتي. معلوم شرف، معلوم شرف، بس المهم بقى ان ست الوالده يعني. لا خلاص خلاص، انا قررت وبكل شجاعه اني اعتمد على نفسي. نظره يا سيدي سعيد، نظره والنبي. نعم يا استاذ، يطلع مين بقى سيدك سعيد ده؟ راجل سره بتع قوي يا مرفت. هيخلي القرعه تطلع علي انا الاول في قبض الجمعيه. جمعيه ايه؟ ايه هو انا لسه ما قلتلكيش. ابدا، اول مره بسمع عنها. لا بقى، ده انا لازم اقول واقول واقول. شوفي يا ستي، نظره يا سيدي سعيد، نظره والنبي. موعدنا غدا مع الحلقة التالية. أستاذ زعتر؟ أستاذ زعتر؟ أيوة أنا الأستاذ زعتر. أستاذ زعتر يمشي ويعتر. طبعا أستاذ زعتر يمشي ويعتر، يمشي ويعتر، يمشي ويعمل. لا شيء